رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. وهنبتدي معاكم باهم العناوين. البوابه نيوز، كرسي النائب يشعل الاجواء في الجبلايه قبل جلسه 4 ديسمبر. اليوم السابع، اتحاد الكره يحدد يناير المقبل موعد مبدئي لمباراه السوبر. البوابة نيوز، عامر حسين لن يتم إلغاء الدوري مهما كانت الأسباب. اليوم السابع، اتحاد الكرة يؤجل تطبيق الفار للموسم المقبل بسبب التكاليف. بوابة أخبار اليوم، أجاري مروان محسن أفضل مهاجم في مصر. الفجر، أجاري باهر مفاجأة وطاهر قوي وصلاح محسن سابق سنه. الوفد، أجاري هذا هو ما قالوا لي كوبر عندما توليت تدريب منتخب مصر. سوبر كورة، هجم كولومبي. الوطن سبورت، مجلس أن بي يحسم مصير الجهاز الفني اليوم. الوطن سبورت، اليوم البرلمان يكرم منتخب الصالات بعد برونزية أولمبياد الشباب. الشروق، عمدة نجريك صلاح سدد اشتراكات عضوية مركز الشباب وسيمارس حقه بعد عام. فيتو، ماني يتمنى الفوز على محمد صلاح في جائزة البي بي سي. وان ثري، صدمة تنتظر محمد صلاح في الانتقالات لبرشلونة. الشروق، جماهير ليستر ترفض التعاقد مع النني. سكاي نيوز، ضربتان لباريس سان جيرمان قبل موقعة ليفربول. هاس الأسبانية، ثغرة في عقد ديمبلي مع برشلونة قد تعرقل بيعه.